انا اريد اسمعها منك. الولايات الحراميه اللي اشتروا بطاقات الكترونيه او اشتروا بطاقات عاديه القديمه، الولد يستطيعون ان ينفذوا بها؟ لديكم مصدات؟ هل سيتم الكشف عنها؟ نعم. هو انت شفت لك حرامي بخير استاذ نجم؟ ما انا قلت هذول فاشلين دول، لذلك حتى ما عندهم اطلاع، ما عندهم اطلاع على الاجراءات هم. بعدين من باقوا، من مو من باقوها قصدي، من اشتروها تورطوا بها، بعدين من شافوا الاجراءات ايش سوى ورجعوها للناخبين، قالوا لهم من الصوتون صوروا لنا الصوت مالكم. زين. عاد احنا هم اخذنا اجراءاتنا وقلنا ممنوع الموبايل يدخل حتى نشيل الحرج من الناخب. صارت الشغله بعدين قالوا والله عاد ضايقنا احنا، لا بالبشرة ولا بالتصوير، يا بتعالوا نحلفكم. يعني هيك نماذج بالله عليك هاي تستحق تمثل الشعب بالبرلمان؟ فلذلك المفوضيه كانت باجراءاتها شديده مع هؤلاء ويستحقون هذه الاجراءات، فابعدت قسم من عندهم في الحقيقه، وراح حتى المرحله القادمه راح تشهد ابعاد قسم من المرشحين. شلون؟ ايضا هنالك غرامات فرضت عليهم قويه، اجراءات مشدده، مراقبه بالرصد كانت قويه، الانظمه التسعه اللي فرضتها المفوضيه طبقتها على الكل بكافه الاصناف بكافه المراحل، سواء نظام خمسه اللي يخص الدعايه الانتخابيه او غيرها. فمن الوسط الشارع لما شاف المفوضيه ترسل رسائل اطمئنان من خلال التزامها بقانون الانتخابات، نعم، من خلال التزامها بانظمتها، من خلال التزامها باجراءاتها، اختيارنا للموظفين اللي راح يديرون المحطات. اليوم احنا سلمنا اداره المحطات بيد اساتذه وبيد مدرسين اكفاء يديرون هذه المحطات، والعمليه جرت بالقرعه. واليوم احنا قبل يوم غيرنا كل الكوادر حسب التعيين السابق، لربما كان هنالك اتفاق بالمرحلة السابقة أثناء التعيين أثناء والله التدريب. فلذلك احنا والله عافية عليكم إجراءاتك، احنا نراقب بالشدة كن على ثقة. أي وش سوينا؟ سوينا جبنا أساتذة الجامعات، لما نجيب بروف وأستاذ، وبالمناسبة أكو تعاون كبير، أكو أساتذة عندهم روح الوطنية هذه يعني هو، فلذلك خليناهم مشرفين على هذه المراكز وانطيناهم استمارة تقرير، هذا بس يلاحظ الإجراء، دربناه على الإجراءات ويتابع الأمور، بنهاية عملية الاقتراع يكتب تقريره بشكل سري ويرسله لمكتب المحافظة ثم المكتب عن كل مركز اقتراع. اليوم وصل عندنا أستاذ نجم المراقبين بالمنظمات المجتمع المدني 147 ألف مراقب. إضافة إلى هذا عندنا 457 ألف وكيل كيان سياسي، يعني واحد يراقب الثاني نص مليون. وراح تقول لي ماكو إقبال على الانتخابات، شوف هذه الأرقام، لاحظ إحنا من ردنا موظفي اقتراع قدموا لنا 800 ألف وإحنا رايدين 309 ألف. في عملية تحديث الناخبين 1,700,000 ألف حدثوا بياناتهم، وهذا رقم كبير جدا لم تشهده المفوضية سابقا.